اللي نفسه يولد جاموسة جايب لك انتظار ولادة، اللي قدامها يومين وهتولد واللي قدامها أسبوع وهتولد، أفخم عجلة فيهم قدامها 20 يوم بفضل الله وهتولد. الله يبارك لك روح جايب لك انتظار وتعب نفس لعيون السادة المتابعين، راجع لك بدبابات انتظار. شايفين الجاموس رجاله طبعا؟ دبابات الجاموس بفضل الله. اللهم صل على سيدنا النبي. عندك المكسب السريع شاسيهات وعظم ونظام عالي بفضل الله، رواخي للولاد يا صاحب عمر. اللهم صل على سيدنا النبي. مش جايب لك اي جاموس لا. ما شاء الله تبارك الله. انا جايب لك ثمرة جاموس من اعلى ثمرة جاموس في مصر بفضل ربنا فوق. ونعم بالله يا معلم حمادة. اي حد هياخد اي دبابة من دول هيدعي لي النهارده. انا عايز طبعا كل متابعينا كده تخش معايا على اللايف. كل السادة المتابعين كده اللي نفسه طبعا في انتظار الولادة، واللي نفسه طبعا يولد جاموسة، واللي طبعا مش قادر على سعر جاموسة النهارده في السوق، جبنا لك طبعا اسعار بفضل الله معايا سعر مغري فوق المغري بمغري. انا تعب نفسي لعيون الساده المتابعين، مش خساره في الساده المتابعين يا زاب عمر. جايب لك سلالات من اعلى السلالات، ولعيون الساده المتابعين جايب لك من نفس المزرعه عجلات تحت اللقاح واعمار صغيره ذكر وانتايه. اللهم صل على سيدنا. يعني انا هقدم لك النهارده مشروع باقل وارخص الاسعار. معانا طبعا النهارده مزرعه طبعا كامله متكامله. هتستثمر فلوسك صح. جميل. انت كده هتستثمر فلوسك صح. انتظار ولاده رواقي، هقدم لك بسعر عجلات تحت اللقاح بفضل الله. معايا شامبوهات موازين في 700 وال 800، بس كل الاشاده اللايف ده من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. كل الاشاده اللايف ده وكل من كان في قلبه من جوه ذره حب لربنا فوق لربنا ولسيدنا رسول الله، وشاهد المدرعات اللي انا بقدمها لك دي، وكل يوم تعب نفسي وبجيب لك جديد يدعمني بتعليق واحد بس بالصلاه على سيدنا رسول الله. احنا طبعا عايزين المتابعين تصلي معانا على سيدنا النبي ويدعمني بلايك صغير كده حلو، متابعه في القناه اللي ما عملش، لان انا كل يوم بقدم لك ما هو جديد وجديد بفضل الله. تحياتنا ليك يا معلم احنا طبعا بجد بجد تحياتنا ليك طبعا. احنا طبعا مقدرين طبعا تعبك مع المتابعين. يا عمر انا ان شاء الله هقدم لك النهارده مدرعات باقل وارخص الاسعار وبارخص التكلفه بفضل الله. هخلي اللي ما قالش جاموس قبل كده بفضل الله يقلي. طب نخش في اول عرض نتوكل على الله. سمي بسم الله يا مدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. انا عايز طبعا كل السادة المتابعين كان اللي معانا عايزين تركيز علشان طبعا الرجاله النهارده اللي نفسه يولد جاموسه هنخليه تدخل. اللي ما عندوش جاموسه النهارده اللبن طبعا النهارده لبن الجاموس وصل معانا 40 جنيه و35 جنيه. صل على النبي. لنفسه طبعا النهارده يولد جاموسه بسعر مغري مقاسات شاسهات. المكسب السريع يا رجاله، المكسب السريع ركزوا معانا. طبعا الشابه اللي منتظره ولاده خلاف الوالده، الانتظار طبعا بسعر والولد بسعر. سماحه هنا عندي بفلوس، الشيبان عامله ازاي؟ مش فاهم عواجيز. ما شاء الله تبارك الله. انا جايب لك مقاسات وشاسهات رزق الساده المتابعين، هقدم لك عروض نمبر 1. هنبدا لك باول عرض جوه معمل الرجاله تنزل لك المال ده. طيب اسعارنا النهارده تبقى ايه؟ هتبقى من تحت الركب بفضل الله. طب واللي معوش النهارده طبعا يشتري جاموسه، وفرنا لك طبعا عجله انتظار ولاده. اللي معوش النهارده يشتري طبعا عجله انتظار عشار، وفرنا لك طبعا العجلات اللي تحت اللقاح منهم ومن قلب المزرعه. واللي معوش طبعا عجله سعر عجله تحت عش. جايب لك عجلات صغيره اسعار من 20,000 وفكه. من اول كام؟ من اول 20,000 وفكه. اللهم صل سمعونا الصلاه الحبيب النبي رجالتنا كده طبعا. عايز كل متابعينا كده وكل داخل معانا على البث المباشر عايز شير عايزين لايكات حلوه، عايزين كل متابعينا كده تصلي معانا على سيدنا النبي، عايزين طبعا قلوب حمراء، وكل طبعا حبايبنا اللي بعلقوا معانا تعليق، كل حبايبي طبعا اللي بتعلق معايا تعليق لازم ارد عليك طبعا. انا بقلب احمر هرد عليك طبعا بقلب احمر في التعليقات علشان طبعا غيرك يشاهد. اللي نادي ليله الجمعه لازما كل اللي شاهد اللايف ده من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج يدعمنا بتعليق واحد بالصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنا في عالم الجاموس. يعني ايه عالم الجاموس؟ يعني العجلات الجاموس اللي انا بقدمها لك دي عجلات دم ومحاسن. يعني النهارده عن اللي معوش النهارده يشتري عجله عش، اللي معوش طبعا يا رجاله يشتري جاموسه النهارده، وفرنا لك طبعا جاموس بسعر مغري. وهنديكم اسعار طبعا على البث المباشر، العجلات هتنزل وهنخش لكم في الاسعار وفي الاشهار. والعشر معانا 10 شهور ونص، العشر معانا 10 شهور ونص يا رجاله. يا باشا انتظار ولاده. وطبعا اللي معوش يشتري طبعا جاموسه انتظار ولاده، وفرنا لك طبعا عجلات تحت العشر بسعر طبعا بسعر مغري. عجلات الوش والسماحه فيهم الايطالي فيهم المنوفي. عجلات تحت العشر.
زود كم تفاحه تحت العشره على حماده؟ عشرة. اللي عايز منهم تفاحه واحده بس هبيع له. بكام بقى العشره دول؟ اللي عايز اتنين هبيع له، واللي عايز العشرة اقدر احملهم له حالا وابعتهم له اي مكان في الدوله. العشرة اعمارهم قدام معلم حماده. الاعمار بتاعتهم تحت اللقاح مباشر يا مدير. جاهزين العشرة من 15 ل 17 شهر. طب وبص بقى سعر العشرة في بعضهم كام كده؟ بص سعر ال 10 دبابات دولت هديه مني لعيون الساده المتابعين، وعشان الشروه بتاعتهم جايه حلوه. ايوه. وعشان صاحبهم راجل محترم وراجل مؤدب، عامل لك على العشرة دول دبابات سعر فوق السعر المغرب سعر، هقدم لك متوسط سعر الدبابة بتاعتهم بدلا من 65,000 ولا حتى اقول لك ب 55، دولت عامل لك عليهم ضربة جوية على 45,000. 45,000. تمام. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا في لايف زوار بس كده حلو، كله بيدعمك والله، وبتعريف الصلاه على سيدنا رسول الله. يا رجاله ادعموا الراجل الطيب ده معانا، عشان الراجل ده تعبان معانا طبعا من امبارح ما ظهرش معانا وتعبان في الشغل. دي صفقات وعجلات تبارك الخلاق فيما خلق. بكام بقى معلم حماده؟ الشروه دي عامل لك عليها ضربه جويه لعيون الساده المتابعين، هقدم لك متوسط سعر التفاحه من دولت اللي تحت اللقاح على 41,000. كم؟ 41,000. 41,000 جنيه. العجله النهارده اللي بترضع في البزازه ب 20,000. رقم التليفون فورا عشان اللي عايز يعمل يعني اللي عايز عجله بترضع في البزازه يجي ياخد، اللي عايز عجلتين يجي ياخد له عجله من دول. اللي عايز طبعا اتنين رضايع يجي ياخد واحده من دول. دبابه من دول. طبعا ده مشروع طبعا المكسب السريع زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. اللي عايز تسمع طبعا استثمر المشروع 41 10 عجلات طبعا عشار على مدار السنه بوالدين. اللهم صل على النبي. السعر عندي قافل للتاجر قبل الفلاح. انت قلت لهم كام يا معلم عجلتهم؟ 41,000. طب رقم تليفونك عشان عايز يحجز فورا. ال 10 في قلب بعضهم. اللي جاي هنا العجله الكبيره في الفيديو بتزيد يا مدير، والعجله الصغيره في الفيديو بتقل. تمام. خليكم برضه يا رجاله معانا على السنة عشان طبعا نخش لكم في عرض الانتظار الولاده العشر الثقيل. قدمنا لكم طبعا العجلات اللي جاهزه للعشر، متوسط سعر العجله 41,000 جنيه رجاله. وطبعا هذا العرض لا يتكرر مره اخرى. وحد الله صبا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما بجيبلكش اي عرض، المتابعين معايا ناس محترمه وناس حلوه تتفاعل معايا، بقدم لهم ما هو جديد وجديد، ما بطلع لهمش باي عرض. اذا ما كانش العرض بتاعي ليه بالساده المتابعين وليه بقناة مزارع الحاج حسن ابو الحاج، مش هقدمه والله. توقع الله. خش اللي بعده. الضربه الثانيه ايه؟ ايه؟ مشروع باقل وارخص التكلفه. معانا ثاني. معايا دكر وانتايه. دكر وانتايه. عرض الدكر وعرض النتايه فرض الله. معانا كام دكر ومعانا كام نتايه؟ 15 و15 ودولك كلهم طالعين اسطمبه واحده. طب خش يلا في 15 دكر توقع على الله. صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. 15 بطل متوسط سعر البطل بتاعهم، مش هقول لك النهارده العجل ده ب 27 ولا حتى ب 25,000. دكورة فيهم الايطالي والمروكي. هقدم لك بس يا حبيبي، بس يا حبيبي هقدم لك ال 15 دكر دول. فكان يا معلم 15 ال 15 دكر دول عامل لك عليهم اوكازيون عالمي متوسط سعر البطل بتاعهم بدلا من 25